والمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد الصحفية إيثار إبراهيم. إيثار، قوات الحشد الشعبي قالت اليوم إن عملية تحرير الأنبار ستستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا رغم عدم مواجهتها لمقاومة كبيرة من داعش حسب تصريحات الحشد الشعبي دائما. ما أسباب ذلك؟ يعني بالحقيقة هي محافظة الأنبار محافظة مترامية الأطراف، ومن الناحية الجغرافية هي محافظة صعبة بكل المقاييس، يعني هي محافظة صحراوية، كل مدينة تبعد عن المدينة الثانية ما لا يقل عن 100 كيلومتر أو أكثر. أيضا ربما أن تطهير المحافظة بالكامل هو ليس فقط عبر العمليات العسكرية وإنما عبر مسك الأرض، وهو أصعب من مجرد التحرير الأولي. يعني القوات هي في مهمة تحرير مدينة الرمادي منذ 3 أيام لم تتقدم أكثر من كيلومترات محدودة، يعني حتى اليوم لم تصل إلى أطراف مدينة الرمادي وإنما إلى ما حولها فقط. وهم يعتمدون ليس على مواجهة عناصر داعش، يعني القوات العراقية تلجأ إلى أسلوب محاصرة عناصر داعش وقطع الإمدادات عنهم، توجيه قصف مدفعي وصاروخي مكثف عليهم، ومن ثم يعني سياسة الأرض المحروقة إن صح القول، ومن ثم بعد ذلك تسعى للدخول إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة عناصر الدولة الإسلامية. طيب إيثار، يعني كان من لافت أن الآن نتابع الأنباء من قوات الحشد الشعبي وهي ذات غالبية شيعية، ما يثير نوع من الجدل داخل العراق. الآن عملية الأنبار يعني كانت تبدو عملية لقوات الحشد الشعبي أكثر منها للجيش العراقي، كيف يتم تنسيق العمليات برأيك بين الجيش العراقي والعشائر السنية المشاركة أيضا في عملية الأنبار مع الحشد الشعبي؟ يعني إذا رجعنا إلى قوات الجيش العراقي، كان هناك انسحاب لنحو 12 ألف مقاتل من قوات الجيش العراقي، 4 تشكيلات عسكرية، مكافحة الإرهاب، التدخل السريع، قوات الجيش والشرطة المحلية، مقابل الهجوم ل 125 داعشي أو أقل، يعني خلال عملية سقوط مدينة الرمادي الأخيرة. لذلك يعني كان لابد من اللجوء إلى متطوعين لديهم الروح القتالية، يعني حتى عشائر محافظة الأنبار هي طلبت تدخل هذه القوات الشيعية الميليشيا الحشد الشعبي، والتنسيق يتم من خلال لجنة عسكرية مشكلة من أعلى القيادات الذين يمتازون بالمهنية، ودائما ما تقع القيادة يعني ما تقع وزارة الدفاع القيادة العامة للقوات المسلحة بنفس الخطأ، أنهم يأتون بأشخاص غير المناسبين في مكانات خطرة، يعني تتم من قبل قائد واحد أعطى أوامر بالانسحاب. لذلك هذه المهمات اليوم تتم من خلال لجنة معروفة بالنزاهة، يتم التشاور فيما بينها باتخاذ القرارات، يعني هناك غرفة عمليات خاصة لاستعادة مدينة الرمادي. يعني سقوط مدينة الرمادي هو أشبه بالكارثة لكونها بوابة العاصمة بغداد، يعني وبسقوط الرمادي أصبح داعش يسيطر على ثلث مساحة العراق، وهو كلما سيطر على مساحة أكثر ومدن مهمة كلما ازداد قوة من حيث تمكنه من استماد يعني من جلب عناصر بشرية أكثر، من الحصول على موارد مالية، من الحصول على والطامة الكبرى الحصول على أسلحة حديثة. إذن إيثار إبراهيم الصحفية والمحللة السياسية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد.